رجعت معكم مشاهدينا رندا فهد مع اليوم. موضوعنا هو البطيخ، بس في كثير اشياء ثانيه بدها تحكي عنهم رندا، ما بعرف اذا رح نلحق نحكي عن البطيخ. قد ما فينا. كيفك رندا؟ كثير منيحه. قبل ما نحكي شو جايبتي لنا اليوم على الطاوله، في اشياء كثير هيك ملونه وطيبه. مظبوط، صيفيه. بدنا نذكر بمسابقه بيرلايت، بدنا نذكر انه المسابقه كانت تينا هي في نشويات اكثر، هل هو الرز الاسمر او الكسكس. استغربت انه كان في كثير اجوبه متفاوته، ولكن اكيد هو الرز الاسمر، يعني فاكت انه اسمر هو في كامل الكامل، مشان هيك رح يحتوي على الياف اكثر. عندنا رابحه، عندنا هي ميرنا زبيب، وميرنا رح تكون عم تتصل مطابخ بيرلايت من هلا لاسبوعين لتكون عم تاخذ بوكسز من اكلاتنا لنهار كامل ليومين كاملين. وهلا المشاهدين بدهم يبلشوا يجاوبوا على السؤال الجديد اللي هو اي في الياف اكثر، الدراء او الانجاص. فإذا الدراء أو الانجاص بيقشرن وبنفس الحجم، بنفس الحجم، نفس الكمية يعني. نفس الكمية، فأي في ألياف أكثر؟ طبعا جواب واحد هو المضبوط. رح تكونوا عم تجاوبوا على فيسبوك بيجز ام تي في الايف أو دي سي دي سي أو بيرلايت هيلث سنتر. وطبعا من هلا لأسبوع الجاي كل يوم فيكم تجاوبوا على وحدة من هولي ليكون أكيد عم يطلع اسم رابح أما رابحة. وشو خبريتنا اليوم؟ خبريتنا اليوم كثير مفاجأة تينا. هلا نحن بعدنا عم نحكي عن الألياف، ودائما بنقول بدنا نتناول الخبز بالحبة الكاملة. طبعا هالشيء لأنه الحبة الكاملة بتحتوي على الألياف اللي هي بتكون عم تحمي الجسم ضد الالتهابات، ضد إنه يعلى السكري، مخاطر إنه يعلى السكري أو الكوليسترول إلى آخره، أو حتى التهابات الجسم بالإجمال. ولكن بدراسة جديدة بيّن أنه هل الخبز الأبيض فيكون العالم ما عم تتأثر بطريقة سلبية فيه؟ فإذا نحن هون بنقول تناول الخبز الأسمر، لأنه وقت نتناوله مقارنة بالأبيض الجلايسيميك إندكس تبعه مش عالي، يعني مش دغري بيعلي السكر بالدم. فجابوا أشخاص هن بعمر بين 33 و 60، على أسبوع عطوهم خبز أبيض، كانوا الصبح عم يتروقوا بس شقفة خبزة بيضاء وما يعملوا رياضة لبعدها بساعتين، والأسبوع الثاني كان خبز أسمر. فإذا أسبوع خبز أسمر وقرنوهم طلع إنه أكثر شيء في ناس ابدا ما تاثروا قديش علي السكر بالدم بين الخبز الابيض والخبز الاسمر. وهيدي كانت مفاجاه، ولكن هالمفاجاه معناتها انه اوقات نحن الميكروبز، اما البكتيريا الجيده، الميكروبات الجيده بالجسم، هي اللي عم تشتغل لتحافظ حتى على مستوى السكر بالدم. فهون من وراء هالدراسه قديش نحن مهم نحافظ على هالميكروبات الجيده من طريق تناول الماكولات الجيده، اللي هي برجع بقول انه الخضره الفواكه والبقوليات، اللي هو حتى لو بتعملنا نفخه شوي ما بدنا نكون عم نبتعد عنها. فاذا دراسه منيحه، ولكن بنهايه الدراسه بتقول انه انتبهوا، خلينا عم ناكل الالياف، ولكن أكيد كمان ما ننسى بس كمان هالدراسه بتدل انه جسمنا كثير ذكي وبيعرف يرجلج كمان. مزبوط، وكمان بدلتينا انه مش كل الاجسام مثل بعضها. مش كل الاجسام مثل بعضها. فاذا مش نفس الرجيم هو للكل، مش أكيد نفس الاشياء اللي هي بننصح فيها زياده هون تكون عم تكون للشخص الثاني. مشان هيك كل شخص عنده رجيم ولصحته المحدد له. لكن اليوم رح تعطينا افكار مختلفه كيف ممكن ندخل البطيخ بنظامنا الغذائي. بس اول شغله بدي اقولها، رح احكي اليوم عن البطيخ انا وعم حضر، بس بدي اقول انه البطيخ مثل ما بنعرف تينا 92% منه مي. فاذا هو عن جد بيروي بايامات الصيفيه، بايامات الصيام، هلا بصيام رمضان المبارك وقتها واحد يكون عم يفطر، يكون كمان عم يتناول البطيخ. وما تنسوا تاكلوا الفواكه اللي هي كثير مهمه. البطيخه العالم بتخمن انه بما انه هالقد مي يعني كثير بتضعف. انا اللي بدي اقوله انه البطيخه بتحتوي سكر، بتحتوي وحدات حراريه، فكل كبايه من البطيخ بيحتوي على 47 وحده حراريه. الكبايه يعني هن مقبولة، اثنين تراينجلز. مزبوط، فاذا اكلتي كبيتين ثلاث كبيات عظيم، بس اكثر من نص البطيخه حكيمة الرجيم قالت لي اكل شقفه بطيخ، نص البطيخه صارت كثير، فبدنا ننتبه لها. رح كمل على حسنات البطيخ، بس خلينا نحضر هالسلد الفريش. فاذا هون عندي ثلاث اكواب من الخضره المشكله، الخس، الروكا، حشايش. رح كون عم زيد عليهم كوبين من البطيخ، فاذا رح احط انا البطيخ اللي هو
كتير فريش وفينا نزيده أهل سلد. قديه مفيد بذر البطيخ كمان؟ بذر البطيخ في الزنك، في المغنيسيوم، في الألياف، في بروتينات، في كمان البروتينات، وفي الدهنيات الجيدة. مفيد كتير. هلأ هولي تقريبا هن 2 كوب من البطيخ. هلأ هيدي السلد لازم يكون فيها 60 جرام من لبنة المعزة. فحطين consistent نعرف سلد. أن الجبنة والبطيخ كتير بيمشوا مع بعض 100%. جايبة لبنة المعزة. لبنة المعزة وما بتندمن كمان. أخف من الحلوم رندا؟ أخف نعرف من الحلوم والبطيخ بيلبقوا لبعضهم. إيه، لا هي تغيير شكل، هي شكلها المدور المهضوم. إيه. ما تنسى انه هون كمان لبنة المعزة بكثير اوقات بتكون بهالطريقة مكبوسة بالزيت. مزبوط. فهون كخفيف بطلت خفيف، ولكن اثنيناتهم صحية مش غلط. اكيد البلو بيريز اللي بنقوله التوت الارضي بده يكون عندنا كوب منه عم ينحط على السلد هون. فإذا هيدا الفريش بتعرفوا انه صار عندنا مزارع بلبنان عم يعملوا هيدا التوت. مزارع بتاخذ العقل بلوبيري. وهيدا البلوبيري بيكون بشهي. فإذا عم نزين، مش بس عم نزين، عم نحط موانع التأكسد. قد ايه في سكر البطيخ رندا؟ هلا فإذا نحن قلنا تينا انه 92% هن مي. فإذا هون ما رح اقول انه هو بيحتوي على كثير سكر، وفي كتير ألياف ما رح يعلي كتير الجلايسيميك إندكس. بده يخفف سكر أو مريض السكري مش ضروري يبتعد عن البطيخ. لا ما بده يبتعد عنه، ولكن مثل ما قلنا دائما الكمية هي أكيد. الأساس بما أنه نحن عنا هون كونسيستنت سلد، رح تكون هالسلد فيها الكينوا. حلو. فأنا حاطة هون فيها هيدا ربع كوب كينوا، منه كينوا أكتر حمرة من هيك. مزبوط، حتى شوي غير شكل عن الكينوا البيضة. الحسنات الحمراء او البيضة ما كتير بتختلف، اثنيناتهم لهم حسناتهم. هلا حاطة 10 حبات من الكاجو. واو شو غنية هالسلاد. غنية فريش، بروتينات، نشويات، موانع تأكسد، الياف، بتحتوي على كل شيء، على البوتاسيوم اللي نحن بحاجة لإله. بتحتوي على كل شيء مهم. هلا هيدي السلد نحن وقتا ناكل، طبعا هون نحن عم نحكي على حصتين من السلد وقتا ناكلها. هيدي فينا نقول لشخصين؟ لشخصين، بدي زين بالحبق هون كمان. أوكي. لشخصين بيكون كل شخص عم ياخذ 285 وحده حراريه، بيكون عم ياخذ 10 جرامات من البروتينات، وبيكون عم ياخذ 4.44 جرام من الالياف. هلا بس هون مع صوص ولا بلا صوص؟ مع الصوص اكيد. مع الصوص اللي هي هيدي الصوص بتحتوي بس على خل، 20 جرام من الخل، بتحتوي على 5 جرامات من زيت الزيتون، وبتحتوي على 3 جرامات من الماسترد اما الخردل، مخفوقين مزبوط. حلو. لتكون موجوده هون. بدقيقة بعد بدي احكي عن سموذي فينا نكون عم نتروقه، معمول من نص كباية من الالمند ميل. فإذا حليب الالمند أما اللوز. عندنا هون كبيتين من البطيخ، وعندنا دراقة وحدة. منحط لهم رشة من السينمون أما القرفة. حلو. هون ما بعرف قديش نحن عنا وقت، بس هيدا السموذي بيطلع عندي هيدي الكباية عظيمة. اللي هي قبل الرياضة فيها السيترولين الموجود بقلب البطيخ اللي هو عم يساعد العضل حتى ما يصير في تعضيل. فإذا كتير كتير مهم بلين العضل. هلأ مهم نكون عم ناكلها، بس كمان فينا نكون عم نعملها كسموذي. شو فيها كالوريز هيدي السموذي؟ هلأ هون السموذي فيها 117 وحدة حرارية. هم مش زيدين أي سكر ولا عسل؟ أبداً أبداً أبداً. مش بحاجة منهم بحاجة، لأنه كتير عن جد البطيخة، وما بعرف هلأ موسم البطيخ تينا إذا عم تاكلي عم يكون كتير حلو. صح. في دراق كمان. مزبوط، بس حتى البطيخة عم تكون حلوة. في إلى حلاوة. حاولت بأسرع ما يمكن كون عم خبر. لا أفكار كتير حلوة، يعني حكينا عن أهمية البطيخ ودخلناه بنوعين في نتخلو بسلاد
كطبق مالح فينا نقول 100% طبق مش دائما ناكله كفاكهه بعد الاكل بيسوى البطيخ نتناوله دغري بعد الوجبات رندا هلا هون عندنا اشخاص اللي معودين ياكلوا الفواكه بعد الوجبه ابدا ما بيضرهم وفي اشخاص اللي هن معودين يفصلوا بين اكلاتهم ساعتها هون بدنا نقول لهم يفصلوا اذا بعد عندي وقت ما كثير بقى خلص وقتنا طيب كمان مثل العاده رح يضل عندنا وقت أكيد. لنكون او مجالات ثانيه لنكون عم نحكي عزيز. عن حسنات الاكل اللي نحن بناكله ثانك يو رندا رح ناخذ بريك سريع ومكفيين على لايف